قبل ما بفتح الابلكيشن ليا طقوس كده معينه، اول حاجه بشيك العربيه بتاعتي كلها من بره ومن جوه، ازاز مرايات تكون متلمعه، العربيه من جوه تكون نظيفه، تكون ريحتها كويسه. اول حاجه انت بتبص على عربيتك، بتشوف الميه بتاعتها، بتشوف نظافتها، بتطمئن على عربيتك هتمشي، لان انت ممكن يجي لك في اي لحظه في سفريه وتسافر ويبقى في معاك فلوس في جيبك، بنزينك، عربيتك مطمئن عليها، معمول لها صيانه. لو عندي اي حاجه مهمه في التليفون هتتعمل، اطمن على بنتي مثلا راحت النادي، جايه من النادي، بعمل ده قبل ما افتح الابلكيشن. اطمن على السيبن بتاعي عشان خاطر لو رحت اماكن خارج حدود القاهره. لازم دايما باستمرار تكون عربيتي متفوله، لانه مفيش عميل هيسمح انه يتاخر عن مشواره واقول له معلش انا عايز افول. العميل اصلا بيركب عايز حاجه جاهزه توصله لمكانه في اسرع وقت. بشيك على العجل طبعا لازم، ممكن تبقى بتخلص بونص ورايح للعميل وتلاقي العجله نامت، خلاص شكرا البونص راح. تاني مرحله يا جماعه، انه اول ما بيجي لي الريكوست تمام، طبعا بكون جاهزه من كل حاجه، بقبل الريكوست، ببص على العميل فين تمام، بيني وبينه قد ايه، بتشوف تقرا الاول العنوان المكتوب، لقيتك عارفه خلاص توجه ليه على طول، مش عارفه على طول تشغل الجي بي اس. الجي بي اس عامل لي طريق معين وبعدين لقيت الطريق مقفول تمام، ساعتها ممكن اكلم العميل اقول له حضرتك فين، او الطريق ده مقفول وانا جنبي كذا، اوصل لك ازاي. ما ينفعش اكلم العميل عشان اعرف وجهته فين، اعرف هو رايح فين. ما ينفعش ان احنا نطلب من العميل ان هو يلغي الرحله لما نكتشف ان مكان الوصول مش عاجبنا، ما ينفعش. انت ما دام فتحت اونلاين خلاص انت تقبل اي مشوار لاي مكان. وطالب اوبر عشان ما تقعدش تتصل بقى نرجع لمبدا التاكسي، يعني انت لو اتصلت بيه وقلت له انت رايح فين هيتفرق عن ايه عن التاكسي. هو مش مفروض ان هو ان انت تتصل بيه، هو حاطط لك المفروض اللوكيشن مظبوط فانت المفروض بتروح عليه. طبعا ما ينفعش ان انت مثلا تكون تكلم العميل تقول له معلش الغي. حاله عدم رد العميل على التليفون بنتظر لمده 5 دقائق اخرى، اذا برضو العميل ما ردش عليا بضطر ان انا اكنسل الرحله. ما حدش هيطلب اوبر لما يكون مستعجل او عايز خدمه توصله في سرعه وامان. العميل طلب مني ان انا الغي الرحله بلغيها عادي، ما عنديش مشكله، هو ده هو اللي طالب كده. وهو انت لما بتلغي بيجي لك اختيارات ايه سبب ان انت لغيت، فبتكتب ان هو بتحط ان انت العميل هو اللي طالب كده.